السلام عليكم ومرحبا بكم في كتاب جديد. الكتاب اللي غنشوفه اليوم هو كتاب مثير للجدل، وكان من بين الكتب الممنوعة في ألمانيا وفي الكثير من دول العالم، لأن الأفكار ديال الكتاب تتعارض مع قيم الديمقراطية سواء في ألمانيا أو في مجموعة من البلدان. كفاحي، هذا الكتاب هو كتاب سياسي. بدأ هتلر بتأليفه بعد دخوله للسجن بسبب انقلاب فاشل قام به مع الحزب النازي في محاولة للسيطرة على السلطة في ألمانيا. هو عبارة على مزيج بين السيرة الذاتية لهتلر بحيث عود لنا فيه على الطفولة دياله وعلى دخوله للسجن حتى خرج منه، والشرح التفصيلي كذلك النظرية النازية اللي كلفت العالم أكثر من 65 مليون قتيل، وهادو غير اللي تحصاو وممكن العدد يكون أكثر. بدا هتلر في الكتاب ديالو بسيرة الطفولة ديالو اللي عاش في واحد المدينة صغيرة كاينة بين النمسا وألمانيا سميتها برونا. هتلر تزاد تاريخ 20 أبريل 1889، كان الأب ديالو ألويس كيخدم موظف في الجمارك، الأم ديالو كلارا كتنتمي لعائلة ريفية فقيرة. عاشت العائلة ديال هتلر حياة مستقرة من الناحية المالية، ولكن الأب ديالو كان شخصية متسلطة، والعلاقة بينه وبين الابن ديالو كانت متوترة حيث كان كيرفض التخطيط اللي رسم لباه نحو المستقبل. الأب ديالو بغاه ياخذ البكالوريا ويكون موظف ويبدأ يتسلق المراتب حتى يولي موظف سامي، ولكن هتلر كان كيحلم يكون فنان، بمعنى آخر رسام، وكان كيقرأ بزاف كتب التاريخ. هتلر كيعاود في كتاب كفاحي على الصدمات اللي وقعت له في حياته والطفولة البائسة اللي عاشها في فيينا. الصدمة الأولى كانت ملي توفى الأب ديالو سنة 1903، حيث كانت بداية الفقر والعواز المادي. بعدها تقدم هتلر طلب الالتحاق بأكاديمية فيينا الفنون الجميلة، حيث كان كيعتبر راسه رسام جيد وكان كيحلم يكمل في هذا المسار، ولكن الطلب ديالو ترفض بسرعة بحجة أنه غير مؤهل للدخول لهذا المعهد بسبب أن رسوماته ماشي في المستوى المطلوب، وهذه كانت الصدمة الثانية لهتلر. وبعدها فترة زمنية قصيرة توفت الأم دياله اللي كانت مريضة بمرض السرطان واللي كان هتلر كيبغيها بزاف. غنفتح قوس، العمر ديال هتلر كان في ديك الوقت هو 16 سنة. كما كتشوفوا هتلر عاش بزاف ديال الصدمات في حياته، وهذا الشيء غيلعب دور مهم في التركيبة النفسية دياله. من بعد هتلر غينتقل لفيينا اللي غيعيش فيها حياة بائسة وغير مستقرة، بحيث أنه كان كينعس غير في بيوت إيواء المشردين. وهنا بدأ في تطوير بزاف ديال وجهات نظر اللي شكلات من بعد إيديولوجيا ورغبة في توحيد ألمانيا والنمسا. كيحكي في كتابه كفاحي أن من اللي رفضاته أكاديمية فيينا للفنون الجميلة قالوا باب واحد هو الانخراط في سلك الجندية ويولي عسكري. وهنا الصدمة الأخرى، الجيش النمساوي ما قبلوش، والسبب علاش ما قبلوش هو البنية الجسدية ديالو اللي كانت ضعيفة وماشي ديال الحرب. مباشرة هنا غيخرج من النمسا وغيمشي لألمانيا وغينخرط في الجيش الألماني، ولكن حتى في ألمانيا ما غيكونش في القتال، عطاو مهمة أخرى بسبب البنية ديالو. المهمة اللي عطاوه هي يبقى ينقل الرسائل من حصن عسكري لحصن واحد آخر. وهنا غنفتح قوس، هاد المهمة اللي كان كيقوم بها كانت مهمة خطيرة على القتال، حيث باش تنقل رسالة من حصن لحصن آخر راك كتجري والقرطاس كيلعلع فوق راسك، تقدر تدوز على دوك الألغام والديناميت، يعني أن الحياة ديالك تكون في خطر كبير على القتال. بسبب هاد العملية هتلر تصاب جوج ديال المرات، إصابة خطيرة فقد عليها جوج أوسمة ديال الشجاعة الحرب العالمية الأولى. من بعد مسالات الحرب العالمية الأولى سنة 1918 جاءت وراها مباشرة معاهدة فيرساي في يونيو 1919 في قصر فيرساي باريس. فهذه المعاهدة فرضت دول الحلفاء المنتصرة على ألمانيا عقوبات قاسية ومدلة في نفس الوقت، بحال مثلا بسبب هذه المعاهدة ألمانيا خسرت 12.5% من المساحة ديالها،
و 12% من السكان ديالها، وحوالي 15% من إنتاجها الزراعي، و 20% من الصناعة ديالها، و 74% من إنتاجها الخام للحديد. وماشي غير هادشي، خلاوها توقع على عقد أن الجيش ديالها ما يفوتش 100,000 جندي، بمعنى آخر بغاو ألمانيا تبقى ضعيفة. هادشي خلى هتلر يحس بإهانة كبيرة، وهادشي لأنه كان كيبغي الشعب الألماني بزاف وكيفضلوا على جميع الشعوب. هنا كان هتلر كيراقب من بعيد الحكومة اللي شافها ما دارت والو، والشرف ديال ألمانيا على المحك بسبب معاهدة فرساي، دار انقلاب، ولكن هاد الانقلاب فشل، داوه للحبس، دوز مدة قصيرة بسبب حسن السيرة ديالو. بعد ما خرج هتلر خرج في ظروف مزرية كانت كتعيشها ألمانيا بسبب الحرب العالمية الأولى والمعاهدة اللي تفرضات عليها. هنا هتلر دخل الحزب العمال القومي الألماني، دار انقلاب كذلك وسط الحزب، وشد الرئاسة، واستغل الفرصة لأن المواطن الألماني كان محبط من الواقع اللي كيعيشه وكيشوف الحكومة ديالو ساكتة. هنا بان هتلر، واستغل حتى طريقته في الخطابة مع الألمان لأنه كان كيتميز بأسلوب مؤثر في طريقته للخطاب. حتى أصحاب رأس المال وأثرياء ألمانيا وقفوا مع هتلر وداموه لأنهم كانوا خايفين من الشيوعية لا تكتسح ألمانيا، داكشي اللي كيملكوه غيصبح في ملك الدولة. وهادشي كان كيوافق التفكير ديال هتلر اللي كان معادي للشيوعية، كان كيآمن بتفوق العرق الآري. هتلر كيقول في كتابه كفاحي كيفاش كان كيتصور الأمة الآرية وكيفاش كان كيشوف الشعب الألماني في المستقبل. كيقول أن الشعب الألماني وخاش يكون فيه المعطوب والمريض والشيخ، خاصو يكون مجتمع شبابي، مجتمع قوي، الناس ديالو كيتمتعوا بصحة جيدة، طوال وعراض وعينيهم خضر والشعر ديالهم زهر. هنا بغيت نشير أن هتلر استفاد من مجموعة من الأفكار المفكرين معروفين بحال ميكيافيلي، فريدريك نيتش، تشارلز داروين. بحال مثلا خدم داروين فكرة البقاء الأمثل وبغى يطبقها على الإنسان، وهذه فكرة خطيرة ونظرة دونية واحتقارية للإنسان. ومن بين الأخطاء الكبيرة اللي دارها هتلر أنه كيحكم على شعب أو أمة انطلاقا من واحد المجموعة ديال الناس، بحيث أن كل مجتمع فيه الخير فيه الشرير فيه الزوين فيه الخيب فيه الصالح وفيه الطالح. كنتمنى تكون عجبتكم هذه القراءة البسيطة لكتاب كفاحي. كنشكركم على المتابعة، كان معكم أخوكم أمين، إلى الحلقة المقبلة.